أكد نيابة أنباء إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أن غلق الرئيس السيسي المدارس والجامعات وقاية من انتشار فيروس كورونا قرار شجاع وقوي واتخذ في الوقت المناسب. جاء ذلك في مداخلة هاتفية في برنامج مساء الخير المذاع على فضائيات ميسات. شوف، على قد الخوف الموجود في العالم كله من هذا الفيروس الضعيف اللي سبب وفيات تعتبر نسبة قليلة جدا بالنسبة لأي حاجة تانية بتصيب أي إنسان في أي مرض آخر، لكن علشان خد صورة الوباء فالناس اتخضت. أنا بأنصح شعبنا وبأنصح أسرنا تأييدا للي أنت قلته، لولا أن قرار الرئيس الشجاع والقوي واللي اتخذ في الوقت المناسب بغلق المدارس والجامعات ويلتزم بالمنازل، الناس ما فهمتش القرار، افتكروها فسحة، افتكروها نخرج. احنا في حلقة، الحلقة دي لازم تتكسر. لو اتكسرت الحلقة دي سهل جدا مصر كلها تنجى من هذا الفيروس. احنا امكانياتنا الطبية ليست زي الدول اللي في الغرب، ولكن ربنا ادانا مخ وادانا قدرة ان احنا ننفذ الكلام ده بجدية. التزم المنزل، يعني هتقعد في بيتك انت وعيالك ومراتك، ما تخرجش غير للضرورة، وما فيش داعي للمقابلات ولا الزيارات، وتبقى فترة تقارب بين الأسرة وبعضيها وبين الناس وبعضيهم، يعيش هو مع أسرته مع مراته ويراجعوا نفسيهم في الأمور الماضية ويبصوا زي فكروا في المستقبل، ونكتفي بالتليفونات أو الشاتنج عبر السوشيال ميديا. ليه؟ أنت هتكسر الحلقة من ناحيتك وبعد كده غيرك هيكسرها من ناحيته، فهيتوقف انتشار المرض. لو خدنا 15 يوم بس نفذنا فيه الكلام ده بجدية، أنا أثق تماماً إن مصر هتنجب بدون اللجوء لأي شيء آخر. أمين. ومن هذا المنطلق العالم ما عملش الكلام ده بدري، بيعمله متأخر بعد ما تتفاقم الأزمة. يعني إيه؟ يعني لو الموظفين قعدوا في بيوتهم وقفلنا البنوك وقفلنا البلد تماما بإرادتنا الحرة ونتحمل معا هذه المسؤولية ونقف في ظهر السيد الرئيس لإنقاذ حياة شعبنا، زي ما حضرتك قلت الكنائس والجوامع تقف ونوقف كل حاجة، ده مش غلط. أما أنا في الصلاة ممكن يصلي في أي مكان، يرفع طلبة في أي مكان، لكن لازم الحلقة تتكسر لأن ده فيروس ضعيف. لو هدي لك مثل وحضرتك تقدر تشرحه للناس بعد كده، لو في مجموعة عيدان كبريت جنب بعض واقفين ولعت أول عود كلهم هيكروا، لكن لو شلت عود من الوسط هنقص الباقيين.